يقول يوجد ضريح في منطقة معينة ومعروفة، والناس تأتي إلى هذه المنطقة للدعاء، والسؤال من هذا الذي يعتقدون فيه الوجاهة والولاية عند الله، وبجانب هذا الضريح يوجد مسجد يسمى باسم ذلك الضريح، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ لا تجوز زيارة القبر أو القبور لأجل التبرك أو طلب الشفاعة أو طلب الوجاهة عند الله، هذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، هذا من الغلو في الأموات ولا يجوز هذا. إنما يزار القبر للسلام عليه والدعاء له، الدعاء للميت، أما أن يدعى الميت أو يطلب منه الشفاعة أو يطلب منه الرزق أو يطلب، هذا شرك أكبر، هذا دعاء لغير الله عز وجل، ألا يجوز هذا العمل. ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، وأخبر أن هذا عمل اليهود والنصارى، ولعنهم صلى الله عليه وسلم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.